أكثر سيناريو يصير للأشخاص واللي يلجؤون فيه إلى الصيدلية علشان يتعالجون أدونة عورة، يحس إن هي مسدودة، فمباشرة يستنتج إن المشكلة فيها شمع. في البداية يكون فقط منزعج منها إنه ما يسمع منها، يروح للصيدلاني يقول لي عطني قطور. بما أن أكثر أسباب انسداد الأنف انسداد الأذن شيوعا هو الشمع، فالصيدلاني تلقائيا راح يعطي قطور مال الشمع. إنزين، أنت شلون متأكد إن أدونك منسدة بسبب الشمع؟ تعرف شنو ممكن يسبب إليك قطور الملين مال الشمع إذا ما كان فيك شمع؟ طبعاً اللي يصير هو أنك أنت تجي تقطر أدونك بالملين يوم يومين ثالث يوم، والأدون ممكن تكون مسدودة بالشمع، ممكن تكون مسدودة بفطريات، ممكن تكون الأدون أصلاً ما فيها ولا شيء من برا، وتكون مجرد فيها برشر وراء الطبلة بفعل التهاب في الجيوب الأنفية أو التهاب في قناة ستاكيس، أو ممكن يكون في ثقب في الطبلة، ممكن يكون في حبة، ممكن يكون في كيس دموي، ممكن يكون في التهاب أو يعني جرح في القناة السمعية. كل هذه الأشياء ممكن تكون موجودة وانت تجي تحط عليها القطور الملين إلى الشمع. ثاني يوم ثالث يوم بتحس بآلام شديدة، بتروح إلى الدكتور بيقول لك إن أدونك فيها شمع ولكن في نفس الوقت فيها التهاب وفيها فطريات. إذن وش الأصح اللي كان ممكن تسويه لما تحس إن أدونك منسدة؟ التصرف الصحيح لما تحس إن أدونك منسدة تتوجه إلى المركز الصحي أو إلى الطبيب. الطبيب يفحص أدونك ويشوف شنو سبب الانسداد، هو اللي يقرر. إذا كان الانسداد سبب الشمع فهو راح يعطيك قطرات ملينة إلى الشمع. لاحظوا أنا قلت ملينة، يعني إذا كان عندك الشمع كميته كبيرة في القناة بتضطر أنك ترجع إلى الطبيب عشان ينظفه إليك، أو يحولك على الطبيب المختص، أو تروح إلى عيادة عشان تنظفه. بس لازم الطبيب يطل في أدونك قبل لا تروح تاخذ أي نوع من القطرات. يعني انسدادات الإحساس بانسداد الأذن الخارجية واجد ممكن تكون إلى أسباب. استخدامك إلى القطرات الخاطئة ممكن يدخلك في مضاعفات أنت في غنى عنها.